عدلنا لا كهرباء ولا مي ولا حد خبز عاد ما في. ما في عندنا مي، متنا من العطش. لا نقدر نغسل، لا نتوضا، لا نصلي، حتى الشجر يبزوه. تقوم الدولة التركية بإطفاء محطة علوق بأوامر من الجنرال التركي. طبعا لا توجد أي حجة لديهم ولا أي سبب لقطع المياه، إنما هو التحكم بمعيشة الإنسان.